اللي فاتت وما بعد؟ هو انا شايف ان هو يعني اولا طبعا بنيجي جمعية عمومية نظام الانتخابات، انا بقول عندنا لا يفرز الافضل، نظام الانتخابات لا يفرز الافضل، لا يفرز غالبا الافضل. في 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 حاجات كتير في كرة القدم، في بدليل ان ممكن جدا شخصية معينة الناس كلها بالعامة كده اما تطرحها يقولك رافضينها وتلاقيه هو هينجح، لان دي لها يعني المعارك الانتخابية والشكل الانتخابي بيبقى يعني اقدر ما بين قوسين للاسف ما بيكونش بمعيار الكفاءة، بمعيار البرنامج اللي متقدم بشكل مميز، بيبقى في معايير اخرى، ودي هتجرنا باشمهندس للحاجه، لان بيبقى في مثلا انديه محتاجه دعم معين ما بتلاقوش، فده بيبقى باب لانك انت يعني دخلنا في باب ان الانديه محتاجه. هي مع احترامنا للجميع ما ينفعش مثلا نادي اهلي زمالك اسماعيلي مصر كده ويبقى صوته زي بركه الشباب، يعني غير ما فيش توازن يعني خالص، لا جماهيريه ولا قيمه وكده. بالاضافه الى ان مع احترامنا برضو للجميع، وانت بتقول بتجيب مجلس إدارة يقول احنا متطوعين، يعني لا هو كده ملوش يعني مجلس الإدارة ده هو طبعا بيشتغل بشكل تطوعي رسميا، بس رسميا متطوع او ما بيقبضش فلوس، ما بياخدش مرتب، لا مفروض. طب كيف ازاي يتحاسب؟ ما ينفعش انا ادير هذا الكلام ده كله وانا هاوي، لا انت لك ضوابط ولك حاجه تارجت مطلوب منك، وزي ما لو انت فصلت، هل احنا في اتحاد الكوره اي اتحاد جه تحاول تشيل منه الدوري الممتاز؟ ما يرضاش، بمعنى ان هو مش مسؤول عن طبعا تنظيم البطوله، لان هي دي اعتقد هي دي بيت القصيد في عدم تطبيق دوري المحترفين. المنتهى الصراحه يعني تتكلم على العائد المادي اللي جاي من الدوري، هو ده اللي بيبقى العين عليه بمعنى صح. خلينا مع كل الميديا، يعني هو ميديا كل حاجه، بس هو تلفزيوني سبونسر جاي بفلوس كتيره، بس يعني هتاخدنا تاني للحته ان هو هنرجع تاني للاداره. حضرتك شايف هل اللي ممكن يدير، خلينا نتكلم في نادي على مستوى النادي او مستوى اتحاد الكوره، هو لازم يكون مارس كره القدم عشان ينجح، ولا حضرتك شايف ان موضوع الاداره ده مختلف تماما عن انك لازم تكون تمارس المهنه او تكون عشت او لعبت كوره؟ يعني في العالم كله الاداره حاجه والجزء الفني حاجه، يعني في العالم كله